قناة أنوار بوست. السلام عليكم. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء يوم الثلاثاء أن المملكة المغربية أخذت علماً بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من هذا اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماماً والمتوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها. من جانبها يضيف البلاغ: ستظل المملكة المغربية شريكاً موثوقاً ومخلصاً للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة. ما رأيك أنت عزيزي المشاهد؟ شاركنا برأيك. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.